فيصل عزيزي راه دخل فيك طلوع. فاش قرأت استفتوا لي الناس هذاك التعليق قلت يبقى فيا الحال يكفي. دابا تخيل معايا دابا الناس كيشوفوا اغنيه وهذا ما عاد كيتخيلوني ما عاد فين قالت هذيك الساعه وانا كنقرا لي كومونتير ديالهم ولا بيل في وما عاد شنو. لا رانا راه مخشيه في داري وجالسه ومكونه وكنقرا في داك الشيء وكيضرني قلب. ماشي كنقرا في داك الشيء كامل مي دي فوا كيصيفط لك شي حاجه ديال الضحك كتضحكني دي فوا كتشوف هذيك لا ميشونس تي غراتي. كنتي تقلقتي بزاف لان الفنانين هجموا عليك. مي فيصل قال كما شي عليا مي ان توكا فاش كان كيتاقيوني الناس وكيصيفطوا ليا وهذا الشيء فريمون كنت فواحد لا سيتواسيون خايبه وكاريمون فكرت فشي حاجه خايبه بزاف اللي كنت كاع نقدر نديرها بحالها. اباوي فكرت في الانتحار باسكو سافي ترو مال حيت حياتي ما سهلاش